المواجهة، أهلا وسهلا بكم الشيخ الدكتور سعد الدراهم ضيف حلقة هذا الأسبوع، حياك الله دكتور. حياك الله. شكرا جزيلا لتشريفك. شرف لي، الله يسلمك. تسلم. أنت من زمان ما ظهرت في برامج تلفزيونية، صار لك فترة. يعني تقريبا أشهر. أشهر. طيب، طبعا في نوع من الطلب على حضورك، ربما بسبب يعني كثرة الآراء اللي خلني أقول يحدث حولها كثير من الإثارة. وبعض هذه الآراء فيها نوع من الحدة، هل يتعمد شيخ سعد الدراهم هذه الحدة؟ كل هذه آراء وهو يراها كذلك يعني. طبعا يعني من يراني على الطبيعة ويتعامل معي يعني يقول لي ما نرى يعني الطبيعة أو على الطبيعة يختلف عن طرحك فيه. هذا صحيح. أنا طبعا كان بيني وبين أحد الأخوة نقاش على الخاص في تويتر بخصوص هذه القضية، قلت له يعني طرحي أنا بسيط جدا وليس فيه أي حدة، ولكن كان صورة العرض شوي فيها نوع من يعني قسوة التقاسيم أو شيء. طيب غيرها. طيب لا، هو الناس خذوا انطباع الآن، أي حتى لو غيرتها يبقى ذاك الانطباع الأول، فبالتالي يعني إلا من تابع يعني إذا كان متابعا جديدا يعني غالبا ربما لا يوجد عنده ذاك الانطباع. ولا قلت له يعني أنت أخذت هذا التصور عني من خلال الصورة وليس من خلال ما أكتبه، يعني بعض أو كتابتي أكثرها يعني ربما يكون هناك تغريدة أو تغريدة أو ثلاثة أو حتى نقول عشر، ولكنها لا تعكس يعني لا 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 جميع التغريدات بأنها فيها نوع من، بالعكس كثير منها فيها نوع من الرقة، وبعضها قد يكون فيها بعض الغزليات وبعض الكلام اللطيف. وين الغزليات؟ لا لا موجود. ما لقيت شيء. لا لا تجد الكثير. طيب وشلون تشوف حضور بعض الشخصيات الشرعية الفقهية في تويتر؟ يعني لا 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 نقولك يعني ربما غيروا ما كان يعني عند الناس من انطباعات، يعني يوجد إما بالسلب أو بالإيجاب. طبعا لا، والغالب هو إن شاء الله بالإيجاب، يعني كانوا يتصورون أن الشخص سواء كان شيخا أو خطيبا أو إماما أو طالب علم بأنه شخص متجهم، لا يبتسم، لا يضحك مع الناس، لا يأخذ معهم ولا يعطي، بينما الواقع من خلال تويتر كما ترون بعض المشايخ يعني يجد عندهم الأريحية، تجد عندهم الأريحية في الأخذ والعطاء، وربما إطلاق النكتة وربما الكلام لطيف أو غير من ذلك، فغيروا كثير من المفاهيم. لكن هناك من يتابع هؤلاء المشايخ وقصده التصيد، وغالبا يبرز الأشياء السلبية التي ربما تصدر من أحدهم، وتعرف الإعلام في هذا الزمن الكلمة إذا خرجت إيه لا يمكن تداركها، يعني تبلغ الآفاق، والناس طبعا يتناقلون أي شيء، عندما تأخذ مثلا تغريدة من تويتر غالبا تنتقل إلى الواتساب، ربما بعضهم حتى يوصلها عن طريق الانستغرام أو غير ذلك، وطبعا تصور من باب التوثيق حتى لا يتنصل منها أو يقوم بحذفها. وش التغريدات اللي قد تنصلت منها؟ أنا طبعا لا أقول شيء لأنا متأكد منه، لكن طبعا أفهم الناس وربما، لكن هناك بعض يعني التغريدات ربما يكون فيها نوع من الحدة، خاصة أول ما دخلت عالم يمكن تويتر. أشهرها أو أولها من 2012 اللي كانت حول موضوع الفرقة الناجية. نعم طبعا الفرقة الناجية هذا مصطلح شرعي. أي مصطلح شرعي بس إيه؟ نعم. أنت توظيفك ولا نختلف ولا نختلف أنت شيخ. نعم. سعد شيخ سعد تحديدك له مناطقيا يعني هو اللي أخرجه من توصيفه الشرعي إلى توصيف جديد خاص بك يعني. نعم شوف أنا لم أقصد يعني عندما قلت أهل نجد أنا لا أريد أن أحصر يعني الفرقة الناجية في هذه البقعة من بلادنا، ولكن أتيتهم من باب المثال، ففهم المثال بأنه حصر. عندما أقول مثلا محمد في البيت هنا لا أريد الحصر، محمد في البيت صح، لكن يوجد فيه مثلا أهله، ربما زوجته، ربما أمه، ربما والده، فلا تفيد. أنا قلت عندهم أنهم موجودين يعني من تنطبق عليهم الصفات هم أهل نجد، ولكن هذا لا أنفي وجودها مثلا في جميع خاصة قلت هم ومن يعني غالبا مناطق المملكة كلها إن شاء الله على هذا المنهج. هذا في التوضيح. أنا ما ودي أخذ فيها كثير، لكن حتى التوصيف ما تستطيع أن تقول أنه أصحاب هذه البقعة ينطبق عليهم هذا الوصف. حتى كمثال ليس كل أصحاب هذه البقعة ولا أصحاب غيرها من البقع كل بمعنى كل يعني أنه هم نموذج صالح لأن
يعني تنطبق عليه. طبعا هو النموذج أغلبي أستاذ يحيى. أنا معك أنا معك، لكن كان في الزمن السابق ربما لم يحددوا بالبقع أو بالأماكن، ولكن كانوا يحدثون مثلا بأصحاب الفنون فيقولون الفرقة الناجية مثلا هم أهل الحديث معي أو غير ذلك. من فيعني كون تجد مثلا أناس تنطبق عليهم أكثر الصفات من حيث صحة المعتقد أو غير ذلك وتضرب المثال بهم، لا يعني أنك تحصر النجاح. لكن أنت وهذه فرصة الآن من هذا المنبر، أنت ما تقصد أن هؤلاء فقط هم الذين يمكن وصفهم بالفرقة الناجية، وتدرك أيضا أنه حتى لا يمكن استخدام يعني أي بقعة من البقع كاملة يعني على مستوى الكل على أنها هي المثال. نعم لا، وربما يكون في المكان اللي حددته هنا من هو يعني يخرج عن القيود ويخرج كذلك عن التوصيف اللي وصف. وكذلك ما قلت يعني أن الفرقة الناجية هذه لا تحصرها منطقة معي، ولا هي مبثوثة في العالم الإسلامي كله. من تمثل هذه الصفات كما قال رسول الله هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، سواء إذا أخذنا بالوصف هذا وطبقنا حالها يعني يوجد في جميع الأرض، ولا تزال أمه بخير والحمد لله. المهم أن هذه تغريدة فهمت خطأ وأنت لا تقصد ما جاء، ترى بينت أنا بتغريدات بعدها، لكن تعرف الناس يطيرون بال هي الأول أنت توك تقول كما قلت لك. نعم طيب، أحيانا البعض يتعامل مع ما تطرحه ويأخذ كمثال لي يصف به شريحة واسعة من الدعاة ومن الشرعيين، يعني زي تغريدتك الحادة أيضا فيما يتعلق بوصفة سعد الدريهم لمكافحة التشيع، كانت حادة قاسية وفيها نبرة طائفية عالية، هذا صحيح؟ لا. لما تقول الخطوة الأولى لمكافحة التشيع هي إغلاق جميع الحسينيات أو هدمها، أول شيء ننظر للحسينيات عن يعني هل هي يعني هل هي مراكز عبادة ولا ما كانت تجمع؟ أقول لك شيء؟ نعم. أنا مو بشغلي، بما أنها مضبوطة بضابط الدولة ومضبوطة بضابط النظام يعني لا هذا شأني ولا هذا شأنك إلا في حال وجود النظام الذي يقيدها ويضبطها ويديرها. كيف أتعامل مع حقوق المختلف على أن والله الحسينية ليست مكان العبادة؟ لا يا أخي، ليس شأنك وليس شأني، ولا لا؟ طبعا لا، لابد من التفصيل. مثلا الدولة لها منهج مثلا مثلا عدم وجود مثلا أماكن العبادة اللي هي عندنا نحن المسلمين اللي هي المساجد، معي ولا لا؟ يعني غيرها إما كان تجمع عادي ليس له أي قدسية معي كالحسينيات أو غيرها، فهذه ربما وجودها رب. ما القدسية عندك أنت يعني؟ لا، القدسية عند أهلها يا أخي. لا، الضابط الشرعي مقدم على أهلها كذلك. ربما يصطلحون على شيء لو كان شيء من الباطل، هل إذا اصطلحوا عليه يعني صار مقدس؟ لا، مو بصحيح. ما قدسه الشرع معي وأمر بتقديسه فهو مقدس، مثل المساجد لها حرمتها ولها مكانتها ولها قدستها، لكن الحسينيات أو غير ذلك، أو حتى لو قام مثل السنة مثلا بإنشاء مراكز معي ولا لا لإواء العابثين أو بعض المفسدين، هل يعني تأخذ نفس القداسة المساجد؟ ليس عندنا في الإسلام إلا مراكز العبادة اللي هي المساجد، أما غيرها نعم فينظر في أمرها. طيب خليني أسألك الطيف الشرعي السعودي مثلا، كيف ترى إمكاني يعني إلى أي درجة مواقفه يمكن القول أنها يعني تشتمل على مسحة من الخطاب الجديد المدني اللي فيه الروح المدنية اللي فيه التحديات الحالية؟ وهذه أنا أتصور إشكالية كبرى، هل الفقه القائم الآن لدينا هو فقه ماضوي مأخوذ من الكتب المؤلفة قديما، ولا هو فقه حديث مرتبط بالمرحلة وتحدياتها وتحولاتها؟ طبعا عندنا نص، والنص هذا مقدس اللي هو الكتاب والسنة، وتأتي هناك الشروع على هذه النصوص سواء في التفاسير أو في شروح الحديث. نعم. طبعا النص المعتبر هو القرآن والسنة، أما ما أنشأ عليها طبعا كان يعني من بعض العلماء في تلك العصور بما يناسب عصورهم بحسب كذلك أفهامهم، وليس لسنا مقيدين بتلك الشروح أو تلك الكتب لأنها كانت تخاطب الناس في أزمانهم بثقافتهم القائمة في تلك الفترة. فيعني النصوص الشرعية
دائما كما نقول القرآن صالح لكل زمان ومكان. والله تعالى يقول ولا تعلمون نبأه بعد حين. بعد حين يعني بعضها يفسره الزمن. نعم. مع مرور نعم. الزمن كما ورد في بعض الروايات عن السلف بأن بعضها بتقادم الزمن يفسر نفسه. كذلك تستجد بعض القضايا عند يعني كل عصر له قضايا الخاصة به. فإن كان القصد هو يعني وين الدرس الفقهي الجديد المرتبط بالواقع؟ نعم، إذا كان المقصد هو جعل النص يخاطب هذه الأحداث في كل زمن فهذا مطلق معي ولا لا. أما إن كان المقصود بتجديد الفقه أو غيره التملص من أحكام الدين معي التي هي معلومة من الدين بالضرورة والتي جاءت يعني للحكم في قضايا، من جاب هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال غير وارد، وهذا اللي دائما ما يعني يردده كثير من الشرعيين حينما يأتي الكلام عن وجود فقه واقعي. يعني خلي من اللي يقول لك لا أنهم تحدثوا عن الأجنة وتحدثوا عن التورط، يعني هذا أنا أتحدث على درس فقهي حديث مرتبط بالواقع. ليش هذا الخوف اللي أنه ربما يكون القصد التملص؟ يا أخي ما حد ذكر التملص وليس من الخيارات المطروحة أصلا. طبعا كما قلت يعني الناس ليسوا على وتيرة واحدة، هناك من لا يزال لديه تخوف من كل شيء حتى من بعض الآلات الموجودة الآن، ويفترض بأنها إنما جاءت لإفساد الناس وليس لتيسير أو تيسير حياتهم، وهذا شريحة موجودة. وهناك ناس يريد أن يأخذ يعني بصرف النص الديني إلى الأشياء التي قد تكون فيها إباحة لما هو معارض للدين بالضرورة. وهناك لا، ناس يعني هناك أناس متوسطون جدا يعني يرون بأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأمور وأوجد هذه المخترعات لتيسير أمور الناس، ولكن تأتي قضية استخدام الناس لهذه الأمور بين إفراط وبين تفريط. وتعرف أنت الشيء إذا صار إذا زاد عن حده انقلب إلى ضد. طبعا شوف أنا أقول يعني علماؤنا كلهم يعني ابتداء من المفتي إلى أصغر طالب علم لا يعارضون يعني الأشياء التي فيها مصلحة للناس ولا تتعارض كذلك مع الدين. وكذلك يعني النصوص يعني عندما تؤخذ وتشرح شرحا جديدا مناسبا للعصر كذلك هذا مطلب هذا موجود الآن؟ يعني في كثير من المشايخ الآن يأخذون بهذا الأمر معي ولا لا، وبدأوا يعني يفهمون أو سياق الحياة من خلال هذا الأمر يعني. لكن ترى الأمر هذا يريد يعني لفترة حتى يكون شائعا بين الناس، وغالبا سيواجه ببعض التحديات وببعض الرفض. لكن يعني هناك يعني شباب يعني من الفقهاء المعاصرين في طور هذا الأمر. زي مين؟ والبعض يرى أنه أنت تقف ضمن بعض المعارض. أنا لست أعارض كثير من الأمور، يعني ربما يكون لي قناعات سابقة لكن غيرت أكثرها معي ولا لا. طب هذا والمشكلة أن الناس يفهمون التغير بأنها سلبية، والمشكلة ممن ينادي بالتجديد يفهم بأنك عندما مثلا قيادة المرة السيارة كان لي موقف معارض منها معي ولا لا، ثم صار لي موقف آخر. متى كان يعني موقفك المعارض؟ كان يعني في بداية 2011 أيه. ولكن في بعدها طبعا غيرت الأمر هذا. وصار مع ذلك يعني وصار موقفك الآن؟ أنا أرى أنها إذا وجدت المصلحة وبأنها قرار إداري يعني ليس له يعني إذا وراء ولي الأمر بأن قيادة المرأة للسيارة يعني لا إشكال فيها يتخذ القرار. لا شرعيا يعني شرعيا أنت مش موقفك الشرعي يعني شرعيا يعني لا يوجد ما يمنع من قيادة المرأة للسيارة شرعيا معي ولا لا، هي كالدابة في العصور السابقة. ولكن الناس يتخوفون من قضية يعني احتمالات طبعا قد تكون غير واردة معي ولا لا، ولكنها من مبدأ المعارضة. ما تشوف أنه باقي في بعض الوعاظ يهولون حتى من هالموضوع؟ لا زالوا وتستمر يستمر هذا الأمر حتى لو صدرت أو صدر القرار الإداري بإباحة قيادة المرأة للسيارة سيستمر. ولا أخفيك أعرف يعني لو نظرنا قيادة المرأة للسيارة فيها مصلحة للمجتمع، أقول فيها مصلحة اللي هي قيادة المرأة للسيارة يعني فيها مصلحة للمجتمع. فمثلا أقول لهم مثلا نحن في الحي طبعا كل واحد عنده بعض الأطفال الصغار
لو كانت الأم تقود السيارة كان بإمكانها مثلا تريح الأب من أنه يأتي معي أو الاتيان بالسائق معي، فهي غالبا تأخذ السيارة وتمر مثلا الأولاد في مدارسهم وتأخذهم مثلا الصغار مثلا، فلا إشكال في هذا الأمر. لكن قد يوجد بعض مثل الاحتمالات بأن أول ما يصدر القرار الإداري بقاتل مراعي السيارة ستبادر لشراء سيارات، لأنه يعني المثال اللي ذكرته صراحة هو مثال مش مهم، بس هو حتى تربوياً يا أخي، يعني لما الأم هي التي توصل أبنائها وهي التي تحضرهم وهي بدلها السائق اللي ما تدري أنت من وين جاي يعني. فبمجرد ما يصدر القرار الإداري ستكون من المبادرين في الحي؟ يعني إذا كان هناك حاجة طبعاً هي يعني مربوطة بالحاجة. أي نعم، لا يكون لدي مانع كذلك. طيب سعد الدريهم حينما يتحدث نظريا على بعض القضايا يتحدث بلغة جديدة ملفتة زي كلامك عن التغريب مثلا، فصلت فيه وقلت أنه هناك هو موجود ولكن هناك من يبالغ في فهمنا لهذا التغريب. الآن لما تتحدث عن التجديد وضرورته وقيادة مرور السيارة أنها فيها مصلحة، ثم تأتي وتنشب في حلق عادل الكلباني على موضوع الغنى مثلا، على موضوع ايش؟ على موضوع الغناء. اي وتقعد للرجال وتنشب، وهو رأي فقهي من رجل له رأيه واجتهاده ايضا. طبعا كان هذه بالنسبه لموقفي من الغناء واضح ولا زال عليه كما هو، وهو الغناء محرم. يعني المحرم اللي هي الموسيقى. الموسيقى نعم. أي. نعم. يعني اللي وكذلك بعض الكلمات التي قد تكون فيها حين هذه موجودة في يعني ممكنها تكون في شعر في قصة في كذا وتكون لكن أنت تحرم الموسيقى. نعم. يعني العود الكمان الأورج أنت هذه شو اسمه تحرمها. الدليل دليل من النقل ولا دليل من استنتاجك أنت بنيته يعني؟ طبعا دليل من النقل. أنت بالنسبة لك أنت إيه؟ من النقل نصوص مباشرة ولا مقولات فقهاء؟ لا نصوص مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها طبعا كما في الكتاب يعني كما في القرآن الكريم في سورة لقمان، وهذه طبعا يشتري له الحديث ليضل عن سبيل طبعا الله. في طبعاً أكثر من هناك قراءة لله والحديث على من فهم أن مقصود بها الغناء. وابن ابن مسعود رضي الله عنه أنت تفهم إيه نعم. لأنه هذه النقولات يعني يعني كل هذا شيء له تثمينه واحترامه والاعتزاز به، يعني كل هذه الشخصيات. لكن أنت الآن قبل شوي تحكي على قراءة معاصرة للنص ولا تعلمون نبأه بعد حين. بعد حين. طيب يا أخي ما الذي يمنع أنه سعد الدريهم أو غيره أو الكلباني أو المغامسي أو أي أحد تكون له قراءته للهو الحديث؟ طبعا تفسير القرآن يعني لن يفسر القرآن طبعا مثل الصحابة رضي الله عنهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. فما دام يعني ابن مسعود رضي الله عنه قد فسر لهو الحديث بأنه الغناء معيونه، وأنا مثلاً أرى في هؤلاء الرهط من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الثقة والعلم، فأنا أتبنى أراه ولما يعني أنشئ قولاً آخر معي. وورد عن ابن مسعود في نص صريح صحيح أنه يريد به الغناء، إضافة إلى يعني النصوص من الحديث صلى الله عليه وسلم يأتي قوم يستحلون الحرى والحرير والمعازف، هذا يستحلون معناها أنها محرمة، ثم أخذوا بمبدأ الحلو بأنهم حللوا هذا. طبعا الكثير من المشايخ أيضا يعني يعدون النظر في السند مثلا، يتوقفون عند الرواية ربما، لكن لا يغير هذا في الأمر يعني شيئا حتى ولو، لكن النصوص واضحة جدا وليس نصا واحدا، وليس يعني قالت به مثلا فئة من مثلا نقول مثلا الصحابة رضي الله عنهم ثم جاء من بعدهم ونقض هذا الأمر، نجد أن السلسلة متصلة من ذلك العصر إلى عصرنا هذا. ربما هناك من خالف وتبنى قولا آخر مثلا، أو أنه من خلال مثلا كما قلت من خلال بحثه في السند أو غير ذلك تبين له ضعف الأحاديث هذه وكل شيء، هذا طبعا ربما رأي تبناه وأخذ مبدأ الخلاف وتبعه ناس طبعا كل وكل سيحاسبه ربه سبحانه وتعالى. بعد الفاصل النقاش مستمر في المواجهة مع الشيخ الدكتور سعد الدريهم. We'll be right back.
من جديد في المواجهة الشيخ الدكتور سعد الدراهم، حياك الله مرة ثانية. الله يحييك. بكمل بس شوي في موضوع الغناء. طيب لما لا تتيح الحين أنت هذه يعني رأيك وهذه قناعتك، وبالتأكيد أن الذين لديهم موقف آخر في قضية الغناء هذه الأدلة وصلتهم، يعني هذه ميب خاصة موجودة عندك ميب موجودة لديهم. طيب لما لا تتعامل معه أنه من باب الاختلاف وتترك عنك الحدة في الرد عليه؟ أي يعني أنت تقول شو اسمه للكلباني، أنت تقول يا عادل حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلبي عبد الله يجتمعان، من أراد الحق بتجرد وسعى إليه فسيصل إليه، واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك. طيب الرجال استفتى قلب واستعان ما لديه من الأدلة. طبعا أنا أقول لك لا 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 لا، بالنسبة للشيخ عادل يعني له مقامه له احترامه، ولا يعني يشك أحد في فضله وإن اختلفنا معه في كثير من الأمور، لكن أنا لو رأيت إنسان يعني ليس له أي صفة نعم ولا لا وقال بهذا الأمر لن ألتفت إليه، لكن عندما يأتيك إنسان له مكانته وتولى الإمام مثلا في الحرم وله كذلك جامعه الذي يغص بالمصلين ثم يتبنى هذا الأمر، يعني أنا أرى أنها لا يتناسب مع هذه القامة أو شيء من هذا، حتى لو كان رأيه. لكن طيب الشيخ صالح المغامسي أيضا كان له رأي مشابه. الشيخ لها يعني ما عمم القضية، كان يقصد بها الأشياء التي مثل موسيقى الأخبار أو موسيقى العسكرية. أنت شايف موسيقى الأخبار؟ يعني هو أنا والموسيقى العسكرية. شوف أنا أشتغل في قطاع عسكري. ممتاز. وأنا داخل الكلية بعض المرات أسمع الإعلان، طبعا أنا أسمع ولست أستمع، وفرق بين السماع والاستماع طبعا. لا لا بس وش رأيك فيها أنت؟ أنت شرعا أنت تشوف الموسيقى العسكرية ما تجوز؟ يعني كل المحاذير اللي تقولها الحين، يعني إذا أنت أول شيء الموسيقى العسكرية ما فيها حديث بمعنى الكلام، يعني ما فيها نص، هي مجرد موسيقى أدوات، وأنت تقول مشكلتك مع الأدوات. طبعا شوف الموسيقى العسكرية لو بعضها ركزت فيها تجد لها تأثير معي ولا لا؟ أليست تثير الحماس لدى العسكر؟ زين طيب. إيه. طيب هذا شيء جيد يعني. يعني هذه ميزة أنها تثير الحماس لدى العسكر. إذن أثارت الوجدان وأثارت العواطف معي ولا؟ كذلك يعني الأشياء الموجودة في الموسيقى العاطفية هي نفس الموجودة في الموسيقى العسكرية. أيوة. ولكن هذه وظفت لهدف معين، وهذه وظفت لإثارة الحماس. ممتاز. لكن ننظر يعني طيب هذا وجه التحريم أنت عندك أنها شيء اسمه تأثر يعني؟ لا، تعرف السلف قالوا بأن الموسيقى هذه تستزل الإنسان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. إيه، لكن بصوتك معناها كما فسرها العلماء بأنها الموسيقى معي ولا لا، لأنها ربما تستفز. أنت وش تفسيرك؟ هذا تفسير العلماء. ممتاز. وله كل التثمين والاحترام والحب والتقدير والاحتفاء. بس أنت وش تفسيرك؟ تفسيري بين ما قال والموسيقى العسكرية تقول أنها تثير الحماس. طيب زين تثير ممتاز تثير يعني. هذه ميزة يعني ما اختلفنا بأنها تثير الحماس، لكن الحرب يعني وجدت معلومات عن الحرة. نعم 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 تصوير ظاهر. لا لا أبدا. لا 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 نعم. فطبعا الجزئية هذه يعني اللي هي قضية يعني تأثير الموسيقى على الأفراد يعني كما قلت بأنها يعني توظف مثلا في العسكري لإثارة الحماس، وتوظف للعاطفيين يعني، وربما تكون تقذف في قلب الإنسان مثلا الحزن يعني، لكن بعض الموسيقى بعضها تقذف في قفص قلبه ما هي مشكلة، لكن ننظر إلى الآلة ما هي ولا الآلة. هل الشرع يعني هل الشرع أذن في الآلة هذه؟ أنا أشوف يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، ما دام عندي نصوص وهذه يقول أن النصوص لا تقبل التحويل ولا التفسير ولا، فلماذا أتخلى عنها وأذهب إلى أمور ظنية ليست يعني ربما لا تستفيد منها شيء يطمئن له قلبك؟ أنا دكتور اسمح لي أشعر في كلامك في إذعان للنقل مش النصوص الشرعية الثابتة، لقراءات المفسرين.
اكثر من كونه اذعان. يعني انا احسك ما انت مقتنع بالموسيقى العسكريه انها تثير يعني كونها تثير الحماس، طيب هذا شيء ايجابي. طيب هذه كونها تثير يعني وطن الحبيب مثلا، اغنيه وطن الحبيب هذه ما قد مرت عليك حق شو اسمه طلال المداح؟ بلى مشهوره تعرف هذه، قد سمعتها ولم تستمع اليها؟ استمعت اليها وسمعتها. ممتاز. هاي طاف قديمه من منذ كنا اطفال. طيب ممتاز. طيب هذه الاغنيه الجميله وش تاثيرها السلبي عليك؟ انا لا اختلف معك في الكلمات. الكلمه اذا كانت طيبه يا اخي من بادئ الوقت وهذا طبعا الايام. طيب يعني النص ليس خلافيا. طيب انت مشكلتك مع الاله. مع الاله ولست مع ضد الكلمه. اي هذا اللي مثلا الحين من بادئ الوقت هذه انا سمعتها شيله من الشيلات اللي هي وشي بدون اي مؤثرات وبدون اي موسيقى وشي. هذا اللي جاب من الشيلات هذا هو الكلام جاب من الشيلات. لكن انا استمع الى المعنى، المعنى جميل. كذلك الموسيقى قد يعني ان تثير حماسه الجنود او العسكر بكلمات دون ان تستخدم الموسيقى. هذا تقليد، كيف تقليد دولي وعالمي وانا ودي اثير الحماس. يعني الحماس مطلب عند يعني خاصه فيما يتعلق بالعسكريين. طبعا انت اذا داومت ان شاء الله في الكليه يلبسونك بدله ها وستشعر بالحماس. طيب انت قبل شهر كنت بامريكا ولا؟ نعم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وش كان عندك هناك؟ والله كان الولد متخرج في مرحله الماجستير وحضرنا. وش تخصصه؟ علم نفس تربوي. بعد؟ نعم. طيب يعني مبتعث كان؟ كان مبتعث تبع برنامج خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. الله يغفر له ويرحمه. طيب اظن في انطباع او في البعض من المشايخ الشرعيين خلينا نقول الوعاظ، يعني ما احب هذه التوصيفات الواسعه، بعض الوعاظ اظهروا مواقف مناهضه للابتعاث. انت انا دورت ما لقيت لك موقف صراحه من الابتعاث. يعني طبعا يعني الان ما تقدر تقول يعني حتى لو في موقف الان ايش اسمه، ما الموقف وكيف تشوف المواقف اللي ظهرت من بعض الوعاظ بعض الشرعيين عن قضية الابتعاث؟ طبعا كما قلت لك قضية التخوف موجودة عندنا في كل أمر، سواء في الاختراعات القديمة أو حتى في الموقف من الآخر، وهذا الأمر لا نختلف عليه. لكن أنا سأحدثك عن نفسي، أنا لم أنتقد الابتعاث ولم أتكلم فيه أو أذمه. حتى عندما حصلت القضية المشهورة البنت اللي رفعت قضية على والده فسجنته، قلت مهما قيل يعني الابتعاث فيه خير وفيه شر مثل أي أمر، ولكن خيره الموية ولكن خير نعم، لكن قلت خيره أكثر من نفعه، نفعه أكثر من ضره يعني. فقلت يعني بأن النفع أو المنافع منه أكثر من الضرر المحتمل أو حتى المتخوف منه. طبعا لي مواقف شخصية مع بعض الناس يستشيرونني ربما في الأمر، أقول لهم يعني ابتعاث الطالب بعد الثانوي فيه مخاطرة عليه، والتقيت حتى بعض المسؤولين في الملحقية قالوا فعلا يعني الطلاب بعد المرحلة الثانوية لا زالوا فيهم غضاضة شوي وفيهم وبعضهم خرج من مجتمع مثلا منغلق ثم أتى إلى هذا العالم الكبير المنفتح ثم صار ربما بعض الانحراف أو شيء. ما أقول أنا أقول لهم يعني بعد الجامعة ربما يكون يعني استفادة الشخص منه أكثر من استفادة منه بعد الثانوية. وقلت لهم مثلا لو خرج الطالب بعد الجامعة غالبا بين أمرين، إما يفلح في الماجستير فهذا خير على خير، وإما يفشل فهو قد استكتسب يعني اللغة وهذا كذلك يعني تعتبر حسن. لكن لو فشل مثلا في الثانوي ورجع غالبا ياتيك بنفس محطمه يعني. لا هذه اول مره تسافر امريكا انت؟ اي امريكا اول مره اسافر. وشلون شفت امريكا؟ وين الولد ما شاء الله؟ في اي ولايه؟ كان في ولايه اوهايو. اوهايو. وزرنا تقريبا عقب الحفل او حفل التخرج تقريبا 9 ولايات. نعم. تمشيت يعني؟ تمشينا نعم. وان كانت يعني المده قصيره شوي وكانت
مسافات طويلة شوي. لكن سبق وتحدث عن الاختلاط أيضا بنوع من الإدانة. طبعا شوف الاختلاط ثم لما رحت المغرب وحضرت هذيك الأمسية اللي فيها ها إيه؟ اللي فيها ذلك الجمع الكذاب يعني أشدت يعني بهم ورأيتهم نعم منهم. وهذا يعني هناك يعني فهم غلط للاختلاط. مثلا يعني لو جيت للحرم إذا كان سنفسره بما هو متعارف عليه، الحرم يوجد فيه اختلاط، ما أحد يقول أن الحرم الآن فيه اختلاط، ما في اختلاط. يعني أنت تمشي وغيرك يمشي، كذلك في الأسواق، هل يعني هل هذا يسمى، هذا لا يسمى اختلاطا. الاختلاط مثلا أنك تجلس مثلا في مكتب وأنت وهناك امرأة مقابلة زميلة لك مثلا في المكتب، هذا يعتبر الاختلاط. ولما تجلس في ندوة والكرسي اللي جنبك في عليه واحدة واللي على يسارك عليه واحدة، طيب هذا نفس الشيء. لا أنا كنت في جولة في مكتبات التجارية في الدار البيضاء، كنت حاضر مؤتمر في جامعة القرويين، فطبعا كان من باب يعني يعني معرفة بعض المظاهر في المغرب. مريت حي هناك في المغرب كان كله مليء بالمكاتب مكتبات التجارية. طبعا تعرف لقلة ذات اليد عند الأخوة المغاربة المكتبات التجارية ربما تكون عندنا فتحتين، هي فتحتين أكثر يعني أكبر مكتبة شفتها فتحتين، ومع ذلك يستغلون وقت خاصة بعد يوم الجمعة بعد العصر للقراءة، لا لإقامة فعاليات أو صالون أدبي. أنا دخلت طبعا وكان هدفي الكتب قبل كل شيء، لكني وجدت هذا المحفل، جدت يعني إنه مجتمع همه الفائدة. وبعدين عندما رأيت، أنت رأيت الصورة، الصورة هذه فيها كل من فيها من كبار السن، لا يوجد فيها أحد من ومن يريد يعني في المغرب مثلا ويريد الأمر الثاني، فخارج المكتبة متوفر أكثر مما وجد في أي اسم بلاد. طيب خليني أروح الآن خاصة لما يمكن أن أسميه ملف الفقه والتنمية. والآن الدولة مقبلة على تحولات وتحولات كبيرة، لكن خليني أسألك قبل، أنت بالتأكيد تابعت الرؤية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني، شلون كيف نظرت إليها؟ واعدة جدا وتبشر بخير طيب. إذا أحسن تنفيذها طيب هو يعني وإن شاء الله أن قد أعدوا العدة لتنفيذها. وين يقف الفقه؟ وين تقف الأصوات الشرعية في دعم هذه الرؤية؟ طبعا هناك المؤسسة الرسمية اللي هي الإفتاء بالتأكيد. لا لا لا. وهذا مناط بها، هذه مؤسسة رسمية وهذا دورها. لا أنا أتحدث عن يعني الآن بالتأكيد ما حنقول إنه الكتاب ما يحتاج، هذا شغل وزارة الإعلام، دور المؤسسات الرسمية قائم، لكن دور هذه الفعاليات والأشخاص والأسماء الثقافية والشرعية والفقهية. أنا هذا السؤال، وخليني أحدد لك، أضرب لك أنا مثال بموضوع الترفيه، موضوع السينما، موضوع الحفلات الغنائية. وأنت تعلم شيخ سعد أنه حولنا في البلدان المحيطة يقام الحفل الفنان سعودي، ويمكن الشاعر سعودي والملحن سعودي والجمهور سعودي، ولا لا؟ أنت تعرف أنه مئات الآلاف يتدفقون أسبوعياً يعني بلا مبالغة عشان يمشي هو وأولاده ويدخلوا ويشوفوا فيلم ويقعدوا في كافيه. طيب موضوع زي موضوع السينما مثلاً، ألا تحتاج هذه الرؤى الجديدة إلى ذراع، خلني أقول من الشرعيين من الفقهاء، ذراع قادر على أن يوجد لها ما يعينها على أن تستكمل مشروعها ومشوارها، مع العلم أن هذه ليست إلا نماذج يسيرة ولا في قضايا كبرى يعني؟ طبعا كما قلت الآن يعني مقبلين على مرحلة ربما تكون مرحلة خطيرة جدا، وطبعا التعامل معها يكون من خلال النص الشرعي، ما عارض النص يرد وما وافق النص يقبل، وتوظيف النص أو تطبيقه غالبا كما قلت مناط على أو مناط بالجهة الرسمية المخولة بها الأمر اللي هي الإفتاء. نعم. والناس يعني مهما اختلفنا هم يعني يقبلون من هذه الجهة طبعا. نعم. ويجب شوف أستاذ يحيى، وهذا يعني يجب أن يكون الصوت المسموع في هالبلد من خلال الجهة الرسمية طبعا. حتى لو من افتت عليها يجب أن لا يلتفت له معي ولا. فإذا مثلا هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو سماحة المفتي أصدر أمر، يجب أن يؤخذ هذا الأمر
دون الالتفات الى غيره، لان مهما كان يعني طبعا انت تقصد انه اذا يعني في اراء فقهيه من جهات غير رسميه، واعظ في تويتر ولا في ندوه ولا، هذا مع كل التقدير هذا ينحى. نعم. والراي الشرعي الذي نعم. يمكن ان يستدل به نعم. يمكن ان يستدل به، لانه الراي غير ملزم هنا، يعني الراي الملزم هو راي ولي الامر. نعم. هو راي المؤسسه الدينيه الشرعيه الرسميه. نعم. وبعدين هنا قضيه يا استاذ يحيى، لماذا نفعل قضيه الورش؟ سواء يعني من ناحيه المستجدات هذه وشيء. قضيه ايش؟ الورش. إيه؟ نعم. ورش العمل، او ورش العمل او المؤتمرات او شيء، ما هي مشكله، انت لك راي، تعال اطرحها فيها الورشه هذه، نناقشه معي، نبين لك، بحيث حد لا تشتت الاصوات من هنا ومن هنا، فتكون هناك ورش من قبل يعني ترعاها الافتاء اضافه الى وزاره الشؤون الاسلاميه، كل من كان له الملك عبد العزيز الحوار الوطني، الانديه الادبيه والثقافيه، كل هذا متاح يعني. لكن لو جاء من قبل الجهه نعم. الرسمية المخولة، هذا يقطع الطريق على أي إنسان يريد مثلا أن يفتات عليه. فلو فعلناها حتى من كان له رأي شاذ، نقول تعال واطرح هذا الرأي في هذه الورشة أو في هذا الحوار أو في هذا، في اعتقادي هنا نقلص قضية الاختلاف الحاصل. طيب. الآن أصبح كل يقول وكل يسمع، لا معي ولا، وهذا طبعا ليس في مصلحة البلد، معي ولا لا، وليس في مصلحة الناس، لأن أصبحت متشددة، هذا يقول الفلان العالم الفلاني قال كذا، وهذا الشيخ الفلاني قال كذا، حتى بعض مرات يغيب الرأي الدائرة الرسمية اللي هي الإفتاء عن هذا الأمر ويفتات عليها. أنا أقول لو فعلنا قضية الورش هذه ودعي لها من كان له رأي أو له طرح، وستجد هناك مثلا ناس ما شاء الله عندهم طروحات جميلة جدا وعندهم أفهام يعني ثاقبة، في اعتقادي أنهم لو ربما أتوا وطرحوا ما عندهم، في اعتقادي انهم سيغيرون. طيب. التخويف اللي قلته قبل شوي في بدايه النقاش، ما تشوف انه يسيطر على اكثر الطيف الشرعي عندنا؟ والله يعني مجتمع كان منغلق لمده مئات السنين معي. طيب. ثم بين فتره يعني دخل المعمعه، فتتوقع انه يعني سيتخلص من هذا بين يوم وليله. بس في لا لا، انا ما احكي عن المجتمع، المجتمع هذا هو يسافر وهذا هو يذهب للسينما في كل عالم ويذهب الى الحفلات الغنائيه، ومجتمع طبيعي وبدا يدخل في ضبط سلوكه بموجب القانون، لكن انا خليني اتحدث عن انه اكثر الفئات المشغوله بالتخويف طبعا اكثرها فئه الوعاظ. يقول علي الوردي، دكتور علي، يقول العرب يطالبون بالدولة الدينية ولكنهم يسكنون في الدولة العلمانية. طيب هم يعني هم بلدهم لا يريد أن يحصل له شيء، لكن ما هي مشكلة نطلع على البلاد الأخرى. طيب. حتى الذين يطالبون بالسينما أو شيء ربما لا يريدها في بلده هنا، لكن ما هي مشكلة أني أروح للبلاد الفلاني وأقضي مثلا يوم أو يومين معنا يعني. هذا تناقض يعني. وبعدين يعني غير كذا، والمشكلة مثلا يعني أنا أقول لك مع كل التقدير، كثير من الوعاظ ما يفكرون اقتصاديا ولا يفكرون اجتماعيا ولا يفكرون في مثل هذا الذعر اللي يضحك عنه الآن. لكن هذا يعني الخوف من هالأمر هذا، هل هو محتمل؟ لا، وشو محتمل يا أخي؟ هالشاشة الصغيرة صارت 18 متر في 6 متر وخلص، وبدل ما يشوفها الشاب في غرفته المغلقة يشوفها، يتعلم يوقف الطابور، يتعلم في يبدأ الساعة كذا، ويجي تحت سمع وبصر الجهات الرسمية اللي تراقب كل شيء. ما اختلفنا في هذا الأمر، لكن أقول لك الآن ما يوجد في السينما، هل يوجد في التلفاز؟ لا، يوجد في البيوت، يوجد في المنازل. أي. وربما اللي يوجد في البيوت أعظم مما يعرض في السينما، وربما أخطر. لكن القضية مين بيه؟ القضية مين نشر؟ قد يكون مثلا أخلو في مكان وأتناول بعض الأمور المحرمة أو شيء مهضب معي ولا، لا لا، لكن ضرري على نفسي. لكن بعض يعني هل السينما هذه مثلا طيب. ربما تأتيك مثلا بشر عام. وبعدين السينما عندما أضبطها كيف؟ هي ستمر من خلال المؤسسات الرسمية وشلون؟ دائما ترى نأخذ بقضية الـ 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 طيب وفق طيب ضوابط الشيء هذا هذا ثم ياتي ولا خلصنا. طيب انا خلص عند الوقت، بس انا يعني بستغل يعني هذه السماحه وهذا التحمل. الله يسلمك. وابي
بتوضح أو تقول آسف عن التغريدة اللي تقول فيها أن المرأة ذات الميول الرياضية لا تستحق الاحترام. بس قل ما أقصد وآسف وعفى الله عما سمع. أنا بعلمك السبب. إيه ما في وقت ترى. بس ثانيتين. نعم. أنا لا أقصد بذات الميول اللي هي تمارس الرياضة. لا لا بالعكس. اللي تشجع. أنا أقصد اللي تشجع معي ولا لا. وش المشكلة؟ ولا زال عندي أنا صراحة ما أرى المرأة سبحان الله. شو لا تستحق الاحترام؟ يا أخي تشجع الهلال ولا النصر ولا مانشستر. وبعدين هذا رأيي لي أنا قد توافقني وقد لا يوافقني مع فلان. والله أنا هذا رأيي لكن يعني لا. طيب. قد يكون. يجوز للرجال اللي عنده ميول رياضة إنه يقول يا رب إنه النصر يفوز ويا رب الهلال يفوز. لا لا يعني لا صراحه ردك على يعني تغريده الامير عبد الرحمن مساعد انا يعني يا اخي الرجل يقول يا رب ان فريقي يفوز لا لا تصدق وما ادري يعني بالغوا شوي بالغوا اخرجوا الرياضه عن ابد هو قال انه نبتهل والله في امورنا الدنيويه كما نبتهل والله في امورنا طيب صراحه باقي اكثر يعني من جزئيه لكن الوقت خلص وش التغريده اللي تكتبها قبل بدايه الحلقه والله كنت أكتب انطباعي على الحلقة بعد الـ الـ طيب يعني لكن أكيد قبل الحلقة هتكتب أنه انتظروا اللقاء كذا كذا الساعة كذا ها؟ لا والله بس سناب شات بس أرسلت طيب شكرا جزيلا لك شيخ سعد الله يحفظك وأشكرك يعني على هذه النقاط نتفق نختلف هذا هو ما تسعى المنابر الحقيقية إلى أن ترسخه كثقافة شكرا جزيلا لك مرة أخرى شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا الخميس المقبل حلقة جديدة من المواجهة لأن الرأي قبل شجاعة الشجعان تصبحوا على خير